ولاد خنيفرة جينا لطنجة نبيعوا الحوالة، جراو علينا من الكراجات، رماونا للخلا، ما لقينا لا الماء ما لقينا حتى حاجة، وحنا الرزق ديالنا مشى ضايع، قتلقوا على الشفارة، كلشي داونا الحوالة، شي مشى ليه 10 شي مشى ليه 4، وما لقينا حتى الماء، الماء ما لقيناش، الميضة ما لقيناش، راه اللهم ظلم الكل. الغلا كاين نص نص، جبار بزاف الغلا، نص هكذا ونص هكذا. تبارك الله هذا العام غزال تبارك الله، إي والله. وشي بخير والرخاء والدرويش عايش ولا اله الا الله. مزيان بزاف الله يطول العمر تزيدنا. السوق مزيان ورخيص والعيش المسكين هو هذا. زعما هنا وجاب لي ربي تيسير ويشري فرحانه الحمد لله الله يصعبها عليكم. الحمد لله الحمد لله احسن من العام اللي فات. It's a wonderful experience. It's a place selling animals but there's something special about this. You can go to places where they sell cows and chickens all the year round, maybe even sheep. But it's not the same thing. This is a special for the local people and you can see it in their faces and in their eyes. They're happy, it's wonderful. And it reminds me of what it's like when you're in Europe and you're buying a turkey for Christmas. It's much the same thing. It's a very special experience. الحولي مزيان، السوق مزيان، والله يستر سيدنا. الأمور ماشية بخير. كلشي مزيان. أثمينة مزيانة مع وتضافات الدراويش يعيشوا يعيدوا بخير. بالنسبة للسوق تي الترونسبور هو اللي تيغليه فهمتيني، يعني الناس تيجيو من اماكن بعيده فهمتي، داكشي علاش تيغلى. ما دابا رخص السوق، دابا السوق على قد الحال ديالو، تسمت زادت عليا 1000 درهم. هنايا هنايا كنبيعوا طقان نباتيه تينا الشوا 5 درهم والو، بغات يتباع والله ما بغات تتباع. هي كدورني هنايا طقان نيب. لا ما كاين السوق اللي رخا هاد العام بزاف، الكساب مضرور. الكساب اللي مضرور. لا ماشي غادي الضو ولا شي حاجه، الكساب مضرور. الكساب مضرور، الخروف طايح ب 3000 درهم تيبيعوا ب 2000 درهم، والعلف غالي. باش يعطيني الفلوس. هي كاينه، ها الفلوس، ها هي. عطيني 230. لا 230 لا. تنعطيك انايا 180، هذا جهدي يا سيدي الشريف. على السوق خرجوا على برا، ما كاينش الماء، ما كاينش الضو، قلت لك رفصنا، ما كاينش القناض، الخضونات ما كاينش، عارف الخلا. هذا الشيء اللي داروا ماشي معقول. حتى العام كنجيو من المدينه ديال الجديده، عندنا البرقوق الوقت هي عيانه شويه، غادي الاحوال مع الاحوال شويه بعدهم من المدينه شويه، كاينه الغبره والناس غاده شويه شويه مولي الحولي. من العام العام كنجيو هنايا حنايا، عندنا شي ديال الشوايا، الصفارين، قدات، الرابوز، المزمر، كنوجدوا الناس مسائل ديال مدينه طنجه. والسوق مزيون ماشي دابا شويه مقد، السوق مقد وصافي، ماشي عالي ماشي لا مواسط مويه. كلشي دالع، لي قوسي كاين هنا في هذا السوق، لي قوسي موجود. السوق مزيان في الاخر ولا زعما شويش. اول مره نجي هو اليوم وجبرنا فين دورو، المهم ثمن مناسب، كاين الثمن اللي بغيت على حسب الجيب ديالك. المهم السوق غزال، انا اول مره كنجي مع بنتي هذا العام، اما دائما كنجلس في داري وحاولي كيجي لي تام الدار تبارك الله. كان الله الا مزيان كاع مخير مزيان كاع ثمن مناسب. واحد الحولي هذا العام ماشي بحال العام الاول. حولي عام الاول كان الحواله ديال 300000 فرانك، كيتباعوا دابا 150 170 160. الفلاح هذا العام كلا الدق، والله يرحمنا بالرحمه ديالو. السوق عيان بزاف بزاف هذا العام، ناقصه بزاف الفلوس فيه. ناقص بزاف، والناس خلاو راس خلاو راس المال بزاف ماشي شويه. كان بالنسبه 10 سوايع تاع الطريق وكيجي لهنا كيبيع بواحد الثمن اقل من ديك البلاصه. كتقول له الثمن ما كيبغيش يعطيك الثمن اللي كتبغي. كتقول له 70 درهم كيقول لك لا 30 درهم، وهو ماشي تن مراكش. مناسبه العيد الان تقريبا 1000 درهم في الحولي اللي ناقصه. العلف ديالو المسائل ديالو طالع ب 2900، دابا كنبيعوه ب 2000 وما كاينش اللي يشري. عزيز علينا بزاف العيد الكبير. يوم العيد الكبير كنفرحوا به، كنهتموا به بزاف د الحوايج. حولي ما زبرناش بحال ماشي بحال العام الاول، العام الاول كانوا حوالي بزاف والرخا بزاف. دابا الحولي فين وقتك طلعت سيدي حسين. حنا مشيو حتى سيدي حسين نتسناو، حنا ساكنين في سوق الداخل، ما زابطوش سيدي حسين سوق الداخل تماره. وحنا مزيرين، حنا تخرجنا السوق برا ومكرفسين. راه في لاحه ضيعات. ضيع ضيع ضيع، انا خايف في لاحه. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. خصكم تحلوا هاد الكسابه هادو، ما كاينين 270 فرانك 300 فرانك. واقع لنا الكريدي في الصندوق. الحولي غالي على الكونسومادور ديال المواطن ديال المغرب بالعربيه. بالنسبه اللي كيربح 3000 درهم في الشهر عايش لي الحولي ب 3500، ما ينعجبها.
شنو غيخلي الراس؟ والله بصراحة مزيان يعني الأثمنة كتختلف فهمت؟ هو يعني كسب كيقول الثمن ديالو والشارع كيعطي الثمن على حسب اللي كيقدو هو بأن حنايا دابا مثلا عندنا العيد كل عام حتى أن تقوم الساعة وكنشوف حنايا لا الحكومة ولا ديالنا ولا شي حاجة ما كيعطيولهاش أهمية كل عام فين كيسيبونا مرة أخرى سيبونا في بونا بوبانا وهاد العام سيبونا هنايا مين كطيحش هنايا كنبقاو حنايا مسيبين الحوالة مسيبين الزابون مسيب يبنيو شي موقع هيدا ويعملوا مثلا موقع تبيع بوحدو والفلاح مساكن كيجيو شي ما يمسيبين ما كيجبروش حتى الطواليت محاشاك الما كيبيعوه لهم يعملوا شي موقع هيدا وحنا بقاو نجيو نشريو حتى حنايا الحمد لله كاين الخير موجود والحولي رخيص والترونسبور هو موجود كلشي موجود الحمد لله الانسان ما كاينش زعما شويه الدحاسه ولا كذا والسوق جا بعيد الامور مزيانه يعني القعده راه الانسان فين المطر ديالنا العام اخر ان شاء الله يا ربي عملوا لنا شي كراجات عملوا لنا شي يعني فسحوا لنا شي مجال الكراجات لان نخدموا فيهم شي سوق يعني يكونوا فيهم كراجات ما بحال هيدا راه والو عيد مبارك سعيد لجميع أمة سيدنا محمد ومغاربة كفاء أجمعين العشر مبروك عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد تعيدوا تعاودوا عيد مبارك سعيد عواشركم مبروكة الله يبارك لهم في العيودات الله يعاونهم عيد مبارك تعيدوا بالصحة عيد مبارك سعيد عيد مبارك سعيد مغرب كامل تعيدوا بالصحة والهنا يعيدوا بالصحة عواشركم مبروكة وتعيدوا بالصحة والهنا تعيد بالصحة والهنا عيد مبارك سعيد كنتمنى لكم بالصحه والراحه العام يعيدوا المسكين واللي لاباس عليه تعيدوا بالصحه لهنا وكل عام وانتم بخير وعواش مبروك عيد مبارك سعيد جميع المسلمين والمغاربه عيدكم مبارك سعيد عيد مبارك سعيد عيدكم مبارك تعيدوا بالصحه والهنا عيد مبارك سعيد خويكم الصحه والهنا وطول العمر ان شاء الله عيدكم مبارك سعيد تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله والمغاربه كاملين وجميع العالم ان شاء الله العربي ان شاء الله ايوا عيد مبارك سعيد على كل المسلمين وكاع المغاربه